أولا بدنا نحيي حركة شباب لبنان بالتعاون مع جمعية العناية بالنظر. بدنا ندعو كل أهالينا يلبوا الدعوة لحتى يكون كل إنسان يفحص عيونه، حيكون في تعاون، حيكون يأمنوا النظارات بشكل خاص لكل إنسان ما قادر يجيب نظارة. ولكن كمان نحن بهالحملة هاد بتصير كمان حيتم نوع من أي إنسان بده عملية كبيرة، أي إنسان بده شيء حتعاون معهم كمان لحتى كل إنسان يوصل للهدف المنشود له، هو نحفظ له عيونه، لأنه محافظ عيونه نحفظ البلد كله سوا.